بقلبي خلني لا سوار ولا بيطلعوا ولا بفوتوا والله غارين غارقين بس بيساعدوا انا بقول لك اذا ما حي مجروح واحد بده ياكل واحد شيء بيعطوه ما فقيرين ما معهم لا شيء حق يفتح ولا معهم شيء والله فقيرين ما معهم اللي بيقدروا يشتري لنا السلاح اثرياب وين بدي ابروك بيمرقوا بين الشعب والله العظيم يا شباب يا ابو والله اجوا نايمين والله نايمين اخذوه وانطلعوا ولا برا شافوا بنطلون اشتريت لنا بالبازار والله عسكري هو شكله اخضر لو عسكري ولا شيء بالبازار مش تعرفون مراطين خضر واحد عمره 24 واحد عمره 26 شكيت الى الله اسست اجفاد انا جوا سمعت من عساكر خبطوا لي البيت عساكر الاسد والله بلال وطلال ويوسف الصغير والله يا اولاد طارق حج حسين بلال حج حسين بعد ما رموهم بالرصاص حطوا فوقنا المواتي الميتورات وحطوا فوق البطانيات وحرقوهم حرق سرقوا واحد فشكي في راسه وواحد فشكي في صدره اطلعنا خلوني يلا يدفشونا بالروسي يدفشونا والله على الحاسب اطلع للباب ويرجوا رجعوني وخذوا جوا شعلوا الميتورات وحرقوهم حرقوا بلال حرق صفي صار اكيد شردوا هدموا شقة المصاحف يخرب بيتنا أخذوا أولادنا أخذوا أبهاتنا أخذوا أخواتنا أخذوا أخواتنا فاضل عندنا حدا شكيتهم إلى الله شكيتهم إلى الله هني وأنصارهم شكيتهم إلى الله هاي أنا عم ثلاث شهداء رحلاتي شباب ما تحكيتهم الله يحميكم الله يحميكم هذا أخوان البيت هذا ظل عندي هذا هو ظل عني هذا بالاخير والله بالحصاد والله بالحصاد اشتد على خاطر والله بالزيتون ما بنحبوه ما بدنا اياه خلي يخاف الله الاكوان الاسلام الاكوان يا اسلام وين كان خافوا الله بتعال يحرقونا بتعال يقتلونا بتعال ياخذوا اقفالنا اقفالنا حرقوا اقفالنا سكينه الى الله عن بعض صار عشرة صار عشرة أولاد يحرقون ويعدمون أمام أعين أهلهم هنا في مدينة الترمين والله إذا ما حرق قلبي يا خالي والله إذا ما حرق قلبي